الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك. هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل أولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له تدبيرك فاق العقول، فاق العقول. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تدبيرك فاق العقول. بتقابلنا في حياتنا ظروف معاكسة، مش على مزاجنا، مش متوقعة ومش حلوة، مش لطيفة يعني. وطبعا بنتضايق، ازاي حصل كده؟ لكن تفتكروا ليه؟ ليه ربنا بيسمح بالظروف المعاكسة دي؟ اكيد قصد حاجة. بس خلي بالكم، ربنا بيحبنا، فكون ربنا بيحبني ويسمح لي بحاجة عكس مزاجي، لا قصد لازم حاجة، قصد حاجة حلوة ليا عشان اقرب منه. يا ترى يقصد ايه؟ تعالوا نشوف. القصة بتاعتنا حصلت مع اسرة مكونة من اب وام وبنتين كبار وطفل صغير. الاسرة دي اسرة محبة لله، مرتبطة بيه كويس، والام مهتمية تروح الكنيسة وتاخد عيالها يروحوا بدرس الاحد ويخدموا، مرتبطين بالجو الروحي وفرحانين ان هم في جو الكنيسة الحلو. راحوا سافروا في احد السفرياتهم، سافروا كندا. لما سافروا كان زيارة، يقضوا يعني ايام هناك وراجعين. لما سافروا هناك فوجئوا انه الطفل الصغير حرارته ارتفعت. حاولوا ان هم يسعفوه عشان ينزلوا الحرارة، الحرارة ربطة على درجة مرتفعة ومعها قيء 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 كتير خالص. المشكلة بقى مش بس في الحرارة المرتفعة ولا انه في قيء، لا ده في حاجة اصعب من كده. في هذا الوقت كانت حمى الخنازير منتشرة في العالم، مصر وكندا وبلاد العالم كلها. وبعدين بدأ التخوف، تكون شديا إصابة بحمى الخنازير وجات لنا منين؟ من هنا، من كندا، ولا من مصر، ولا إيه؟ وبقى يعني التوتر شديد، مش عارفين يعملوا إيه. الأب طبيب، فعارف كويس قوي إنه الحالات دي لو في شك فيها هتتحجز. هم جايين يزوروا شوية صغيرين وراجعين، وهيتحجز قد ايه؟ طب منحة تانية بلاش يبلغ، طب ما هو طب ما في خوف على ابنه، ما خايف عليه حسن يكون في اي حاجة، طب يعمل ايه؟ والحقيقة بقت في حيرة في الاسرة وفي توتر، ما كانش في حل غير الصلاة، لازم يصلوا. قعدوا كلهم يصلوا، الاسرة كلها، يا رب مد ايدك، يا رب تعالى ملهاش حل المشكلة، قول لنا نعمل ايه؟ لدرجة تستسلموا، طب نروح نبلغ ولا بلاش؟ قول لنا نعمل ايه؟ اللي انت شايفه خير قول لنا. وقعدوا يصلوا كلهم، كان الكل بيصلي، ولكن الاب بحبه وبذله قال لهم خشوا ناموا انتوا بقى، خشوا استريحوا، انا قاعد، انا قاعد سهران جنبه، انا مش هنام. من ناحية هو كأب مرتبط بابنه قوي وخايف عليه، ومن ناحية تانية هو اللي طبيب كمان، يعني هو اللي فاهم كويس يعني ايه اللي ممكن يتعمل لو في ايده حاجة يعملها. قال لهم خشوا، ودخلوا فعلا هم من التعب بتاع اليوم كله، دخلوا ناموا.
وهو فضل صاحي، الوقت حرارته عالية، عمال يديله أي حاجات مخفضة مفيش فايدة، والقيء شغال، يعني الحالة صعبة، والراجل قلبه بيتقطع على ابنه مش عارف يعمل ايه. وبعدين بيبص على الحيطة قدامه، لا صورة للعذراء. الأب مش مصاحب على القديسين، ملوش علاقة بالقديسين، هو صح راجل طيب وبتاع ربنا ويحب المسيح كويس، ولكن مش واخد على الشفاعة والصداقة مع القديسين. لكن الحالة صعبة، ابنه تعبان، خايف عليه يروح منه، مش عارف يعمل ايه. فبص للعذراء وقال لها: يا عذراء، انت عارفة ان مش واخد عليكي ولا على القديسين، بس انا مزنوق دلوقتي، انا تعبان، ابني قدام عينيا هيروح مني، اتصرفي اتصرفي، اعملي اي حاجة. انت بيقولوا عليك انت العذراء المغيثة، غيتيني بقى، غيتيني، انا مش عارف اعمل ايه، اتصرفي، خلاص اللي عندي عملته ومحتار اعمل ايه، تعالي بقى اتدخلي، انت حاسه بيا، انت لما ابنك كان مصلوب على الصليب مين غاتك؟ محدش، وشفت ابنك بيتصلب قدامك، انا ابني قدامي اهو وحرارته عاليه وبيروح مني، ارجوكي ارجوكي، انا مش عارف اعمل ايه، لازم تتدخلي. ودموعه نزلت وهو مش عارف يعمل ايه، كان لوحده، كان الكل ناموا، وعمال يكلم مع العذراء، الولد نايم مش حاسس بحاجه، الكل دخل ناموا، ولكن هو قاعد يقول لي: يا عذراء ارجوكي، يا عذراء ارجوكي. وفضلت الصلاه طالعه من كل مشاعره، من كتر الصلاه وطلع كل مشاعره في الصلاه دي، من التعب غفل غصب عنه، هو مش عايز ينام لانه خايف على ابنه، عمال يبص عليه كل شويه وحالته مش كويسه، فمن كتر التعب غفل. وبعدين بعد ما غفل فاق فجاه، قال: لا انا نمت ازاي؟ بص بالساعه، ايه ده انا بقالي ساعه نايم، ايه ده طب ابني، وقام يبص عليه حصل له ايه، لقاه يعني كويس بيتنفس كل حاجة. ويفاجأ لما قرب منه ان ابنه الحرارة راحت، ما فيش حرارة خالص، حط ايده عليه ما فيش حرارة العالية جدا دي ولا حاجة، ولقى ابنه ده بيشر مية، غرقان مية، عرقان جدا وما فيش قيء خالص، والواد نايم في هدوء مفيش اي حاجة. ايه ده اللي حصل في ساعة كل اللي حصل؟ بص حواليه، بعدين بص للعذراء ولا متشكر: يا عذراء، انت فعلا ام حنينة، انت فعلا بتغيتي اللي تعبان، انا مش عارف اقول لك ايه، متشكر يا عذراء، متشكر يا رب على محبتك، لا ده انت هتبقي شفيعتي وصاحبتي على طول، امي انا مش حسيبك وانت ما تسابينيش. وبقى فرحان جدا من فرحته، قام جري بقى وصحى اللي في بيتكم مراته والبنات، قوموا اصحوا شوفوا ايه. جم شافوا بقى ازاي الحراره نزلت والقي وقف، وبعد كده الولد بدا يصحصح، ومسحوا له جسمه برضه وغيروا له هدومه، وقام الولد سليم ولا كان حاجه فيه. ايه ده؟ حاجات عجيبه بتقول انه الضيقه اللي بتيجي ربنا قاصد منها حاجه. وقالوا له: يا بابا يعني دي معجزه. قال لهم: هي الست دي، بصوا كده، هي العذراء دي، هي امها العذراء، هي اللي عملت كل حاجه. وبعد الحدث الكبير ده صارت صداقه بينه وبين العذراء وبين القديسين، وارتبط اكتر واكتر بالكنيسه، وحب الاعتراف والتناول وكل الحياة الروحية في الكنيسة، لأنه حس أنه ربنا ده قاصد حاجة. قال له: أنا عارف أنت قاصد إيه يا رب، قاصد تجيبني أنا، مش تشفي الولد بس، عايزني أنا اللي أقرب، أنا
انا متشكر ان انت بتحبيني كده، متشكر ان انت مهتم بيا للدرجه دي، عايزني انا وعايز كل بيتي وعيالي. يا رب اشكرك على محبتك وخلي بالك مني على طول، وانا مش هسيبك، انا هفضل معاك دايما وهفضل مرتبط بيك، مرتبط بالقديسين واتشفع بيهم، والعذراء بالذات تبقى امي وحبيبتي، مش هسيبها ابدا. إن الضيقة تقربك إلى الله وتحرك مشاعرك للصلاة الحارة، فلا تنزعج من الضيقة، واعلم أنها وسيلة إلهية ليقربك الله إليه. إن القديسين وعلى رأسهم أمنا القديسة العذراء مريم يحبوك ويسعون لصداقتك ليكتذبونك إلى الله ويقصدون بحل مشاكلك أن تعرف الله وترتبط بكنيسته، بل وتخدمه وتتمتع بعشرته. ايه رأيكم في القصة دي؟ قصة بتقول انه ربنا بيسمح بالضيقة لخير، خير هو عارفه، خير هو عايزه، هو ربنا قلبه بيتوجع علينا عشان هو أب حنين. إذا كان أنت كأب وأنت كأم بتتأثروا على عيالكم، أمال هو يبقى الأب إيش مشاعره؟ ده الأبوة اللي عندك والأمومة اللي عندك دي جاية منين؟ ما جاية من بابا الكبير أبونا السماوي المهتم بينا، وعشان كده قلبه بيبقى تعبان عشان ما يكون احنا في أي ضيقة، أو بالذات ضيقة روحية لو بعيد عنه، فيبقى عايزنا نرجع له وعايز يقربنا، عشان كده بيضطر انه يسمح لنا ببعض ضيقات شكلها جديد، ولكن الحقيقة قصده منها نقرب منه ونتمتع ونعيش حياة حلوة معاه. اظن القصة كلها واضحة ان ربنا عايزنا، عايزنا نقرب منه ونطلبه، وساعة الزنقة ساعة الضيقة مفيش غير ربنا، نبصله هو قبل أي حاجة تاني. هو قال لنا كده: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يا ريت الآية دي نرددها طول الأسبوع ونفكر إزاي ربنا عايز كل حاجة تؤدي نحن نقرب منه عشان يريحنا في حضنه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. الله موجود وقريب جدا منك وبيعمل في حياتك، هل بتلاحظ أعماله؟ الله اللي عمل قديما لسه بيعمل لحد دلوقتي وبوضوح في حياة كل ولاده. أعمال الله ومعجزاته تعلن حقائق روحية تقودك للتوبة وتربطك بمحبته. لو كانت بتقابلك مشاكل من غير حل، انظر لمسيحك اللي يقدر على المستحيل وقول له: تدبيرك فائق العقول.